نشر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تغريدة وفيديو بيعبر عن تسارع عجلة الإنجازات في دولة الإمارات، التي أكدت على الرؤى الاستثنائية لقادتها التي نبعت من حلم القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. لنتابع الفيديو. United Arab Emirates. انطلق إلى الفضاء الزع المنصوري أول رائد فضاء. ظلت هذه المحطة الحمد لله الأمور طيبة.